بعد تبرئته في الولايات المتحدة من تهمة الاعتداء الجنسي، وصل دومينيك ستراوس-كان صباح الأحد إلى مطار الروسي شارل دو غول في باريس. المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي أتى على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من نيويورك برفقة زوجته وابنته، متجها إلى منزله في ساحة فوزج أو ما يعرف بالحي اليهودي. لا في المطار ولا عند وصوله إلى منزله الباريسي أدلى ستراوس-كان بأي تصريح. عودة ستراوس-كان هي الأولى له منذ اعتقاله في 14 من أيار مايو في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي على نفيسة ديالو، وهي عاملة في إحدى فنادق نيويورك. مع عودته إلى فرنسا سيواجه قضية اعتداء أخرى تتهمه فيها الروائية الفرنسية تريستان بانو، التي تقول إنها تعرضت للاعتداء على يدي ستراوس-كان عام 2003.